يمكن احنا صورتنا جسدية، صورة باهتة، صورة ضعيفة، صورة يمكن مش عم بتعبر عن حضور أو قدرة الله. شو الفرق بين المسيح الاسمي والمسيح الحقيقي؟ هو الروح القدس. الروح القدس لما بيسكن فينا صار فيك حياة. شو الفرق بين المسيح الاسمي والمسيح الحقيقي؟ المسيح الاسمي بس اسم المسيح دو عليه، مش عم بعيش المسيح، مش عم بعيش المسيح، مش عم بسلك في يسوع المسيح. لما خطايا العالم عم بتكون داخل الكنيسة، هون الخطر أحبائي. لما منسمح للبدع، لما منسمح لرياح تعليم، لما منبتدي نرفض سيادة وسلطان كلمة الله على حياتنا، لما نبتدي نشكك بكلمة الله، لما بنبتدي نقلل من أهمية كلمة الله، مثل المسبحة اللي بتفرط بتصير يعني الرجوع، وهكذا إلى الانهيار والانزلاق الكامل.